السلام عليكم ورحمة الله. يا باب عمر، يا باب عمر قد دفنت صغيرنا في الترب، لكن دمعه مقطوع وغدا سينبت عظمه في أرضنا شجرا أبيا ليس فيه خنوع. تحيتنا إليكم أحبانا الأكارم، تحيتنا إلى سوريا الجريحة، تحيتنا إلى أمتنا التي تتعافى من جراحها الراعفة. تحيتنا إليكم شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، حيثما كنتم. لكم من فريق برنامج الألوان السبعة كل المحبة، وحي هلا بكم معنا. تتفاقم أعداد اللاجئين السوريين يوما بعد يوم، الملايين منهم تهجروا في داخل سوريا وخارجها، ودراما الحل الأمني السوري لا زالت مستمرة، والشعب يتنقل في مسارات الثورة متعاليا على جراحه وآلامه. الشباب السوري الثائر ومسارات الثورة برغم جراحاتها محطة جديدة نتوقف عندها بعد قليل. بعض الناس يعيشون ويموتون ولا يسمع بهم أحد، وبعض الناس يعيشون لغيرهم ويسخرون حياتهم لبذل أشكال العطاء للناس، فتحفظ الناس أسماءهم وسيرة حياتهم. نشيد إرطاش واحد من الذين حفظ لهم الشعب التركي الجميل، وكان لوفاته صدى كبير يتعدى حدود الشخص إلى سياق الأثر. الراحل التركي الكبير نشيد إرطاش ومسيرة عطاء ممتدة بعد قليل في الألوان السبعة. وسط التحديات المحدقة بالشعب السوري في ظلال الثورة السورية المتعاظمة والآخذة بمسارات جديدة، كان لابد لنا أن نسلط الضوء على المعاناة وحجم المعاناة الموجودة في الشارع السوري، إضافة إلى بوارق الأمل التي باتت تلوح في الأفق في ظل جهود التوحد وبناء المستقبل المشترك وفق الأرضية التي يجتمع عليها السوريون، كل السوريين، من أجل مستقبل سوريا الغالية، سوريا الأمة، سوريا العزيزة وسوريا العزة في الآن ذاته. ضيفنا العزيز من بابا عمرو من حمص التي مورست عليها سياسة الأرض المحروقة. من حمص تنبت الجراح، ولكن براعم الزهور التي قصفت لا زالت تنمو هناك، ولا زالت هناك بيارق وبوارق أيضا للهمة وللعزم ولنصرة سوريا وللثورة فيها. ضيفنا العزيز عضو المجلس الثوري في حمص الأستاذ عبد الرحمن بطرة، أهلا وسهلا بك معنا في استوديوهات الألوان السبعة. سنبدأ معك أستاذنا الحبيب، ولكن اسمح لنا بداية أن نتابع مع مشاهدينا الأكارم هذه القراءة للمشهد السوري. سوريا التي دفعت الثمن غاليا نتيجة كلمة كلا في وجه سلطان جائر. تعيش القرى والمدن والبلدات السورية مزيجا من الحالات النفسية والاقتصادية والسياسية المتعددة من الخوف والرعب، ومناخا من القتل والجريمة المنظمة المتعانقة، حالة من التزاوج بين صحوة الشعب وفلسفة التمسك بالكراسي من قبل الأنظمة الحاكمة استبداديا، والتي اعتادت على القمع كوسيلة خطاب مع شعوبها. اللاجئون السوريون الذين ناهزوا مليون شخص، والقتلى الموزعون على الجغرافيا السورية، والجرحى الذين يعالجون في الخارج أو الذين ينتظرون على حدود مدنهم وقراهم لمغيث يسعف الملهوف، كلها باتت من المشاهد التي تصبغ المشهد السياسي السوري، ناهيك عن فلسفة التواطؤ الغربي على الثورة اليافعة كما يصفها ثوارها. الشباب السوري وبرغم كل الجراحات التي يعيشها يمثل القيمة الحقيقية لهذه الثورة، وما اكتسبه الشباب السوري في هذه التجربة القاسية اختزل أمامه السنين والعقود، وأوجد تجربة سورية خاصة، سورية المنبع، سورية الطابع والطبيعة، ستكون بعد سقوط النظام حكايات من المجد والعزة تتذكرها الأجيال اللاحقة ولا ريب. وقراءتنا هذه يسعدنا أن نجدد الترحيب فيها مع أستاذنا عبد الرحمن بطرة عضو المجلس الثوري في مدينة حمص وعضو الهيئة العليا للإغاثة السورية سابقا، أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا. لكن سنبدأ بقراءتك للمتغيرات الموجودة على الساحة السورية في ظل الآونة الأخيرة. نحن نشهد سلسلة من الحراك الفعلي الثوري السوري على مستوى الداخل والخارج، كيف تقرأها لنا أستاذنا؟
بالبداية لابد من الترحم على أرواح كافة الشهداء والتمني بالشفاء العاجل لجرحانا والإفراج عن معتقلينا وأسرانا لدى جيش الاحتلال الأسدي في سوريا. ونضطر للحديث بصفة جيش الاحتلال لأنه فعلا حول جيشه من جيش وطني يدافع عن الشعب والديار إلى جيش محتل وجيش عدو لشعبه، ويمارس أقسى وأبشع أنواع التي ربما لا يوجد احتلال في العالم مارس ضد أي شعب آخر احتله ما يمارسه. حتى إسرائيل لم تمارسها مع الشعب الفلسطيني هذا الأمر، لا يمكن المقارنة، رغم كل سلبيات وسيئات إسرائيل لا يمكن أن نقارنها بما يفعله بشار الأسد. أستاذنا الكريم، هناك خطوات إيجابية بدأت تتم على أقل تقدير وفق رؤية المحللين، يعني ربما أتفق أو لا أتفق، ولكن هناك توحد لتيارات سياسية معينة، هناك قراءة في وضع أجندة مشتركة للشعب السوري، هناك قراءة عسكرية موحدة أيضا من خلال ائتلاف المجالس العسكرية ولو بنسبة 80 إلى 85%. إذن بدأنا نتعافى من مرحلة الصدمة وبدأنا بتشكيل مرحلة سوريا الجديدة، هل تتفق مع هذا التوصيف؟ نعم تماما. وفي الأسبوع الأخير حدثت هناك الكثير من المتغيرات، أبرزها كان اجتماع كافة الكتائب والألوية في غرفة، إذا استطعنا نسميها غرفة عمليات، تسمى غرفة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر، وهذا يكمل كافة الألوية والكتائب مع بعضها ويصبح هناك الكثير من التنسيق والتعاون والتعاون اللوجستي والاستخباري ما بين هذه الألوية. في السابق كانت هناك نوع من لنقل القطيعة أو فوضوية، وكل يعني لا يوجد غرفة عمليات مشتركة للجميع، كل محافظة تشتغل على حدة، حتى في المحافظة الواحدة هناك كل حي كان له قراره الذاتي، هو يحدد أولوياته وهو يعمل وفق أولوياته، قد تكون أولوياته مع المصلحة العليا الكبرى متعارضة أحيانا، ولكن هو لا يرى. غرفة العمليات المشتركة هذه ستكون إن شاء الله بادرة جيدة للثورة، وستكون شيء إيجابي جدا في مسار الثورة وفي مسار الشعب السوري في طريق حريته. أصلا هي مطلب شعبي، المظاهرات الأخيرة في الجمعة الأخيرة كانت تطالب بتوحيد تماما العسكريين الموجودين فيها، سواء الكتائب والألوية والمجالس التنسيقية وكذا، من أجل توزيع السلاح العادل، من أجل بناء أفق واضح لإخراج الجرحى والعائلات يعني المحاصرة داخل المدن. أنت من بابا عمرو أستاذنا الكريم، أنت نعم. من حمص التي شهدت حملة التطهير العرقي، صحيح ولا زالت تشهد، صحيح أنك خرجت قبل الأحداث بفترة قصيرة جدا أستاذنا الكريم، ولكن ما حدث في حمص هل هي إبادة جماعية عمليا؟ أريد مشاهداتك أنت، أريد خبرتك أنت من الواقع. هي أقرب ما تكون هي تطهير عرقي في محافظة حمص. حمص معروفة بتركيبتها السكانية، يعني فيها 80% تقريبا، ويؤسفنا أن نتحدث بهذه اللغة ولكن النظام هو الذي فرضها علينا أن نتحدث بهذا الشكل وبهذه الأرقام. 80% من سكان مدينة حمص من السنة، وهناك 20% يتوزعون ما بين الطائفة العلوية والمسيحيين وباقي الأقليات، ولكن الأكثر هم الطائفة العلوية. فالنظام بهذه السنية تقصد الأكثرية؟ نعم أقصد هنا الأكثرية ضمن الأقلية، ضمن 20% المتبقي. فالنظام قام بعمليات تطهير عرقي ممنهجي يحاصر كافة الأحياء السنية، يكيل عليها كافة أنواع القذائف والصواريخ والطيران والقتل والتهجير. حتى الآن يعني باتت حمص مدينة أشباح، وما زال منذ أكثر من 120 يوم يحاصر أحياء مدينة حمص القديمة ودمرها تكاد تكون. يعني بالأمس كنا على تواصل في غرفة سكايب مع رفاقنا في الثورة في الداخل، قالوا لنا لم يبقى حائط، لم يبقى جدار في حي جورج الشياح واقف على حاله. حمص كلها تباد بكافة أنواع الأسلحة، يعني أرض محروقة رسميا تماما، وهذا فقط ضمن سياسة ممنهجة له. هذا التطهير العرقي سيعطيه في المستقبل حسب ما يحلم هو أنه في حال خسر كل شيء، وهو خاسر كل شيء، وهي سياسة خاسرين واضحة، يعني يريد أن يلجأ إلى ما يحلم به هو الدولة العلوية أو الدولة التي سيستقل بها القطرية، وسيجعل من حمص عاصمة له، وبالتالي يريد أن يفرغها من كل سكانها، وهذا ما عمله بها كما تفضلت حضرتك. هنا أستاذ عبد الرحمن، يعني لابد من فهم الخريطة الجغرافية والسياسية والتنوع الموجود داخل سوريا، أنا أتفق معك، ولكن لابد من بناء أفق موحد على مستوى التيارات السياسية والفكرية والمعرفية. اليوم يعني خلال الأسبوع الأخير، اسمح لي هنا يعني بقراءة معاصرة الآن،
يعني بتنا نسمع لغة جديدة في لغة الخطاب، بتنا نسمع بآذاننا أن هناك توحد ما بين تيارات وفصائل وبناء آفاق مشتركة، ليس فقط المجلس الوطني السوري وإنما تحالفات من أجل صياغة قرار، جهات ضاغطة عمليا على النظام السياسي الرسمي وعلى المعارضة في الآن ذاته. هل تراها بادرة إيجابية في هذا الاتجاه؟ طبعا هي بادرة إيجابية أن تتوحد كافة القوى السياسية وكافة التيارات وكافة الأحزاب حتى المجلس الوطني الذي طبعا هو نال الإجماع الشعبي وسميت جمعة في من إحدى الجمع باسمه المجلس الوطني يمثلني، فالشعب أعطاه شرعيته، ولكن بكل أسف المجلس الوطني لم يرقى بسياساته وبنضاله إلى مستوى يلبي بها طموح الشعب، وبنفس الوقت نال المجلس الوطني إجماع أو اعتراف أكثر من 85 دولة من دول ما يسمى بين قوسين أصدقاء سوريا، وأقول بين قوسين لأن أصدقاء سوريا لم يقدموا للشعب السوري إلا الكلام والأماني والدعاء، بينما أصدقاء العصابة الأسدية يقدمون له كل أنواع الدعم والسلاح والطيران والأقمار الصناعية وكل شيء يقدم له، أما أصدقاء سوريا لا يقدمون لا شيء. فنعود إلى حديثنا بالنسبة لتوحد الكتل والتيارات والمجالس كلها، هي بادرة إيجابية، وفي الخامس عشر من الشهر الجاري سيكون هناك اجتماع الدوحة إعادة هيكل المجلس الوطني، نتمنى أن تجتمع كافة التيارات وكافة المجالس وكافة القوى السياسية وهو ما نتمناه يعني، وأن تخرج بصيغة أو بقيادة جديدة عملية وقيادة تلبي طموح الداخل وتستطيع أن تبني شبكة علاقات دولية عامة تقنع فيها الرأي العام العالمي والحكومات، طبعا الرأي العام والشعوب كلها متضامنة قلبا معنا، ولكن الحكومات لها حساباتها ولها اعتباراتها السياسية، هؤلاء لابد من شبكة علاقات معهم، لابد من تواصل معهم. المجلس الوطني يعني اقتصر كل الفترة الماضية بشبكة علاقات مع بضع الدول، يعني لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما الأمر يجب أن يكون أكثر من ذلك كثير. لا تزال هناك أمور كثيرة مغيبة عن بعض السياسيين، عن بعض الحكومات في العالم الغربي العربية. يعني بما في أن نتحدث عن العالم الغربي يعني بالحد الأدنى بالتأكيد. العالم الغربي يجب أن ينار أن يعني تضاء مسألة سوريا بالنسبة لهم أكثر من ذلك بكثير. مأساة ومعاناة الشعب السوري لم تمر على أي شعب من الشعوب خلال القرن الماضي أعتقد أنا، يعني ما يمارسه هذا النظام كما قلنا من أرض محروقة وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومجازر، كنا نتحدث عن أفراد وعن أعداد بالعشرات، أصبحنا الآن لا نتحدث إلا يعني عمل منهجي يوميا يتجاوز 150 يقارب 200، يعني يوميا مجزرة يوميا مجزرة يوميا مجزرة، والشعب والأمم المتحدة والشعب وكافة دول العالم لا تقدم لنا سواء الأمم على قول أحدهم حتى بعضهم بيانات الأمم المجتحمة أو الدول النايمة بدل النامية. نعم نعم. بكل تأكيد هناك قصور وهناك تواطؤ عملي على الثورة السورية وهذا واضح لكل صغير وكبير، ولكن أود أن أسألك الآن في ظل المعادلة الجديدة بتنا نسمع بالأمس واليوم فقط انتصارات على الأرض السورية، بمعنى هل انعكس التوحد العسكري والسياسي على أرض الواقع وعلى نفسية ومعنويات الثوار في الداخل؟ طبعا انعكس على معنويات الثوار في الداخل بشكل إيجابي ومرتفع جدا، والعمليات النوعية والخسائر التي يتكبدها لن نسميه نظام طبعا تتكبدها عصابة الأسد، بدأت الأرقام يعني الثوار لا يعلنون دائما عن أرقام ضحاياهم لسبب بسيط وهو أنهم ما زالوا حتى الآن يعني هم الضحية، وبالتالي مهما كبدت بعدوك يجب تقليل الأرقام أو يجب يعني طمس بعض الأرقام كي لا يقال أن هناك نوع من توازن أو توازن رعب، وبالتالي تنكفئ بعض الدول التي تفكر بمساعدتنا أن أنتم مكتفين. لا، نحن لسنا مكتفين، وبالتالي ميزان القوى مختل، ميزان القوى طبعا مختل بشكل نهائي، ولكن الشيء المعنوي الذي يساوي بين بهذا الميزان هو أن الجندي الذي يأتي بشكل إجباري ومكره وليس له أي قضية سوى الدفاع عن شخص أو رجل استخبارات الفاسد الذي بقي طول 40 سنة لا يهمه من وظيفته أو دوامه سوى الفساد، هذا لا يأتي لكي يموت، وبالتالي المقاتل الآخر أعني به الثائر أتى وهو يحب الموت، أتى وهو يضحي من أجل غاية نبيلة وهدف نبيل جدا وهو حرية شعبه وكرامة شعبه، هذا دائما أقوى، من يحب الموت أقوى من يحب الحياة ويحب المادة ويحب الأموال. وبالتالي أطلب الموت وهب لكم الحياة تماما، وهناك معادلة واضحة. لكن أسألك أستاذ عبد الرحمن هنا بواقع خبرتك في الداخل وفي الخارج أستاذنا الكريم، هل النظام السوري بقيت أمامه خيارات؟ في حال سقطت حلب ماذا بقي لها؟ في حال سقطت حلب دمشق؟
ستسقط يعني على مبدأ أحجار الدومينو، ستتوالى المدن مدينة تلو الأخرى. وإذا أصبحت حلب بنغازي ليبيا، بنغازي سوريا عفوا، فحكما أيام النظام سيبدأ العد العكسي النهائي هذه المرة. وليس طبعا العد العكسي بدأ من اللحظة التي كتب فيها أطفال درع على الجدران، هنا بدأ العد العكسي، ولكن العد العكسي النهائي الفينال نسميه سيبدأ عندما تتحرر حلب وتصبح قاعدة ارتكاز وانطلاق للجيش السوري الحر القوي والموحد، وعندها ستتوالى الدنيا ولن يبقى للنظام شيء. النظام أدرك نفسه تماما أنه لم يعد شيئا لديه، وبالتالي بدأ يمارس الأرض المحروقة، يريد أن يسلم سوريا أرضا محروقة، يريد أن يسلم الشعب السوري، يعني أن لا يستفيق من هذه الكبوة التي أوصله إليها النظام ما بين 10 إلى 20 سنة، فقط سينتهي في ما يسمى بإعادة الإعمار. بالتأكيد التجارب في ألمانيا مثلا، ألمانيا بعد الحرب يعني كانت مدمرة تماما، لكنها نهضت برجالها ونسي، حتى الأطفال بدأوا يبنون البيوت فيها. ثقافة الشعب السوري الآن اختلفت، سيبنون سوريا في يوم واحد، يعني لا أقصد بذلك اليوم الزمني، وإنما ستكون فترة قصيرة جدا في ظل تكاتف الشعب السوري على أهدافه التي طرحها في الثورة. لكن قراءتكم للمشهد العربي، هل فعلا ارتقت يعني ارتقى الحراك السياسي والدبلوماسي على مستوى المؤسسة الإدارية العليا في الدول العربية إلى مستوى الشعوب العربية التي تتضامن مع الشعب السوري قلبا وقالبا؟ نحن دائما نفصل ما بين الشعوب وما بين الحكومات، و ولا زلنا نفصل حتى بعد الربيع العربي، وما زلنا نفصل حتى بكل أسف هناك بعض دول الربيع العربي خذلت الشعب السوري، وبعضها حتى الآن يتحدث لا نريد التدخل في سوريا، والشعب السوري يقرر. يا أخي الشعب السوري لا يريد تدخلا ولم يطلب تدخلا في يوم من الأيام، كل ما يطلبه الشعب السوري هو السلاح النوعي. يعني الآن فليجهزوا الجيش السوري الحر فقط بمضادات الطيران، ونحن من يفرض الحظر الجوي، ونحن من نفرض المناطق العازلة، ونحن من نحرر مدينة تلو الأخرى ونتحرر هذا النظام نهائيا. من هنا نحن نفصل بين الشعوب وبين القيادات العربية. نحن حتى الآن لا نسمع من القيادات ومن الأنظمة العربية سوى يعني يذكرون بقول الإمام علي كرم الله وجهه عندما يقول قلوبكم معنا وسيوفكم علينا، بمعنى أنهم فقط إدانات ومجالس واجتماعات في الجامعة العربية يصدرونها إلى النظام، والنظام يعني في النهاية يقول يعني بلوها واشربوا مياها لا تساوي الحبر التي تكتبونه بها. الشعب العربي السوري ينتظر من الشعوب، من الأنظمة العربية وليس من الشعوب. الشعوب كما قلنا منتهي أمرها، هي قلبا وقالبا، ولو أتيح لها المجال لكان موقف الشعب السوري أقوى من ذلك بكثير. وبالتأكيد هي المعادلة تحتاج إلى فهم عمليا، وهذا الفهم لابد أن ينبع يعني كما قال الشاعر يعني سن السيوف لمن سن السيوف، لكم ما ضاع بالسيف لا تأتي به الخطب، يعني لابد من فهم المعادلة بكل تجلياتها. لكن هل أنت راض عن مستوى تعاطي الثوار في الداخل مع القضايا الإنسانية، دعني من القضايا العسكرية، مع قضايا إغاثة الملهوفين والمحاصرين، مع قضايا تفريغ المدن التي يريد أهلها أن يهاجروا منها إلى مناطق أكثر أمنا، مع قضايا مثلا تأمين الغذاء للناس المحاصرين، إخراج الجرحى مثلا من المدن التي تتعرض يوميا إلى براميل البارود؟ يعني الثوار كان الله في عونهم في الداخل، يعني يبذلون قصارى جهدهم لكي ينقذوا ما يستطيعون إنقاذه من السكان المدنيين الأبرياء العزل، وخاصة الأطفال والنساء، ودائما يقع عليهم عاتق إفراغ المدن وإجلاء الجرحى وإجلاء الأطفال والعائلات، بالإضافة إلى مدهم بكافة أنواع الأغذية. يعني النظام عندما يحاصر مدينة أو يحاصر حاليا في هذه الأيام وفي هذه اللحظات ونحن في هذا الاستوديو، النظام يحاصر حي جوبر في حمص وحي السلطانية، ومنذ 4 أيام وهو يحاصر السكان ويدكهم بكافة أنواع الأسلحة، وهناك جرحى لا يستطيعون إنقاذهم أو نقلهم إلى خارج، وهذا يشكل عبء على السائر الذي بدلا أن يتفرق لبندقيته ومواجهة النظام يعني يتفرق لإنقاذ أخيه الجريح والطفل الجريح والمرأة الجريحة. وبالتالي النظام طبعا سياسة ممنهجة عنده هذه هي أن يشتت قوى المعارضين له بشكل أن لا يبقى كل القوى وكل الجهد متركز عليه. عندما يكون المقاتل عنده عدة مهام على الأرض، مهمة إنسانية، مهمة إغاثية، مهمة جرحى ومشافي ميدانية، كلها على عاتقه، بينما النظام مفرغ فقط للزناد والبندقية ورمي الحمم على الأبرياء والمدنيين. هل أنت متفائل برغم هذه الجراح بأن المعادلة ستتغير اليوم في ظل هذه المتغيرات التي بتنا نسمع عنها؟ ميلاد الأجسام الموحدة، التفكير المشترك، بناء الأرضية العسكرية المشتركة والتحالفات الحزبية المشتركة، هل هذه تبعث
على روح التفاؤل عمليا؟ ما يبعث على روح التفاؤل، سأضرب لك مثالا صغيرا. عندما تجتمع عندما تجتمع أربع دول، هي روسيا والصين وإيران وسوريا، على حي صغير اسمه باب عمر لا يتجاوز عدد سكانه 100,000 نسمة، ويبقى وصمت هذا الشهر قرابة الشهر الكامل بوجه هذه الآلة وبهذه الاستخبارات، الأقمار الصناعية واللوجستية والدعم العسكري والمقاتلين من إيران وحزب الله بالإضافة إلى الجيش السوري، شهر كامل. وكل ما نواجههم كان لا يتجاوز 1,500 مقاتل. عندما يسطرون هؤلاء هذه الملحمة سيجعلك هذا تتفائل أن هذا الشعب لا يقهر وهذا الشعب لا ينكسر. وباب عمر رغم احتلالها الآن ما زالت تشكل هاجسا للنظام، وما زال المقاتلون فيها حتى هذه اللحظة ما بين كر وفر مع هذا النظام. النظام غير مرتاح، لا يبات ليله في باب عمر، في حالة رعب، في حالة ترقب، في حالة، وقس على ذلك حمص كلها باب عمر وسوريا كلها أصبحت باب عمر. بشار الأسد فرح كثيرا بنفسه عندما سقطت باب عمر، واعتبر أن سقوط باب عمر سقوط الثورة وانكسار الثورة، ولكن ها هي سوريا كلها تتحول إلى باب عمر. إذن في هذه الأجواء عمليا هناك روح من التفاؤل وهناك معطيات إيجابية على مستوى الثورة السورية. نشكرك جدا أستاذ عبد الرحمن بترة، عضو المجلس الوطني، عضو المجلس الثوري بحمص عمليا، وأستاذنا الكريم أوصل للشعب السوري منا السلام على الدوام وأحبال على كارم. بعد شكر ضيفنا الكريم اسمحوا لنا أن ننتقل وإياكم إلى قراءة للمشهد السوري الذي ينتشر المخيم كثقافة واضحة في داخل سوريا وخارجه في معطياته اليومية. وفي دنيا السياسة نبقى في سوريا أيضا، ولكن في معطيات جديدة باتت ترسم على الأرض. الشعب السوري عليه أن يمتص الصدمة باكرا، وعليه أن يبدأ في تجهيز قياداته المستقبلية على نور وبصيرة، بعلم وإدارة وإرادة تخصصية. تحت هذا المسمى التقى زميلنا حسيب عرقاوي مع الدكتور أسعد الأسعد الذي يقود جهودا من خلال سفراء التنمية والعلم في تأهيل الشباب السوري للقيادة المؤسساتية والفعلية، إضافة إلى نخبة من العلماء والمختصين في سائر مجالات الحياة. إلى دنيا السياسة وبارقات الأمل. نظرا للتحديات التي تواجه اللاجئين السوريين في دول الجوار، وسعيا إلى توفير فرص التدريب والتطوير والتنمية البشرية لهم، ولا سيما فئة الشباب منهم، يأتي مشروع سفراء التنمية الخاص بالنازحين السوريين ليستوعب المجموعة الانفعالية والنفسية لديهم من خلال سلسلة من البرامج الإبداعية والتراكمية. ونحن نريد أن نستغل هذه التظاهرة لدعم إخواننا السوريين ليكونوا مستعدين لما بعد السقوط وللدولة المستقبلية، وأيضا ليكونوا مؤهلين أن يستفادوا من النهضة الكبيرة التي وصلت إليها تركيا كما نشاهدها في جميع الميادين الاقتصادية والعلمية والإدارية. وعن طبيعة البرامج التي قدمت للشرائح السورية المشاركة في مشروع سفراء التنمية يقول الدكتور أسعد الأسعد: نحن نمد أيدينا لكل الشرائح لنساعدهم في كيفية تحديد أهدافهم بدقة وبطريقة علمية وفق معايير عصرية محددة. حوار الأسري، أدب الحوار، فن الاختلاف، الخلاف والاختلاف أيضا. نريد أن ننشر ثقافة التدريب أيضا عند الناس بشكل عام. قدمنا كفايات الإدارة الصفية لمجموعة من المعلمين والمعلمات، قدمنا بعض البرامج في المهارات القيادة وإدارة الاجتماعات وحل المشكلات، وبعض البرامج النفسية التي تتعلق ب التفريغ الانفعالي، وبرنامج خارطة فن الحياة، وهذا برنامج موجه للأخوة اللاجئين السوريين كونهم يعيشون في ضغط، كيفية تفريغ هذه الضغوط. هذا برنامج مهم لكل الشرائح، اللاجئين وغير اللاجئين، لأنه نحن في هذه الحياة العصرية نتعرض لضغوط كبيرة تحتاج إلى تفريغ.
واختتم ضيفنا حواره بتوجيه رسالة إلى اللاجئين السوريين الذين يعانون مرارة اللجوء وقسوة التشرد قائلاً: رسالة الأخوة السوريين أقول لهم باختصار: نفسك إن لم تشغلها بخير شغلتك بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيل أي غرسة نخل واستطاع أن يغرسها فليغرسها. لذلك أريد من كل الأخوة السوريين أن لا يستكينوا ويجلسوا يندبوا حظهم وينتظروا النصر والفرج، وإنما يكونوا، لا أريد أن يكونوا متفرجين، وإنما أن يكونوا أعضاء فاعلين على المسرح يعدوا أنفسهم لما بعد السقوط. اليأس والوهن والاستسلام كلها تحديات تشكل خطرا على الثورة السورية واستمراريتها من الوقوع في حالة الانهزام النفسي. لذا كانت دعوة اللاجئين السوريين إلى مثل هذه المشاريع التنموية الشاملة أمراً ملحاً في صياغة قيادات شبابية مسؤولة وبروح وطنية عالية. وإلى محطة جديدة من محطات الأمل، محطة الأمل لهذا المساء من بلدية إيسنلر التي ابتكرت وسيلة جديدة من وسائل العطاء الإبداعي برعاية وزير الطاقة التركي وحضور رئيس البلدية. تم افتتاح مشروع إعادة التدوير بتسليم الطلبة في المراحل الدراسية الأساسية دفاتر تم تصنيعها من إعادة التدوير، فلسفة جديدة حبذا لو انتشرت، نطلعكم عليها في تقرير زميلنا رامي عبد العال. في إطار العمل على إعادة تدوير الورق من القمامة والاستفادة منه، أقامت بلدية إيسنلر بإسطنبول مؤتمراً للتعريف بهذا المشروع الإبداعي برعاية رئيس البلدية محمد توفيق كوكسو وبحضور وزير الطاقة والتكنولوجيا السيد نهات أرجون والعديد من الأكاديميين والمهتمين بهذا الشأن. إن بلدية إيسنلر تقوم بعمل رائع اليوم، وهو تدوير الورق إلى كراسات يستفيد منها الطلبة، ليس ذاك وحسب، ولكن بدون دفع أي مصروفات، بالإضافة إلى أنه مشروع يهدف إلى المحافظة على البيئة الخضراء. المشروع الفريد من نوعه الذي تحتضنه البلدية يهدف إلى تسليم تلاميذ المرحلة الابتدائية 400 كراسة بدون مقابل عن طريق تدوير الورق الموجود في القمامة وإعادة تصنيعه مرة أخرى في إطار رعاية البلدية لتلاميذ تلك المرحلة وتشجيع الأهالي على المساهمة في تلك المشاريع عبر إحضار الأوراق والكتب القديمة لإعادة تصنيعها مرة أخرى. هذه الكراسات التي أحملها بين يدي هي تلك الدفاتر التي أعيد تصنيعها وتدويرها من القمامة، ونحن كبلدية قمنا بدورنا بتوزيع 400 دفتر على الطلاب للاستفادة بها. الكتب تعطيها الدولة ونحن نعطي الدفاتر للتلاميذ من غير مقابل. ويرى مختصون أن هناك بعض الدول تهدر مليار دولار سنويا بسبب رمي الكتب الدراسية في القمامة نهاية العام الدراسي. لذا كشف رئيس البلدية محمد توفيق كوكسو لبرنامج الألوان السبع عن مشروع جديد، وهو مبادرة تجميع الكتب عند نهاية كل فصل دراسي عبر مراكز التبرع المخصصة في المدارس، لتتم بعد ذلك إعادة تصنيعها وتقديمها للطلاب عند بداية الفصل الدراسي التالي. مشروع يهدف إلى غرس حب المشاركة وتوعية الطلاب بأهمية الكتاب لترسيخ ثقافة العناية بالبيئة والمحافظة عليها. لبرنامج الألوان السبع رامي عبد العال، اسطنبول. بعض الناس يعيشون ويموتون ولا يسمع بهم أحد، وبعض الناس يعيشون لغيرهم ويسخرون حياتهم لبذل أشكال العطاء للناس، فتحفظ الناس أسماءهم وسيرة حياتهم. نشيد إرتاش واحد من الذين حفظ لهم الشعب التركي الجميل، وكان لوفاته صدى كبير يتعدى حدود الشخص إلى سياق الأثر. الراحل التركي الكبير نشيد إرتاش ومسيرة عطاء ممتدة بعد قليل في الألوان السبعة. ونستكمل بقية فقراتنا وبرامجنا مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير، حبذا لو بقيتم معنا.
أهلا بكم مجددا. قراءتنا الآتية في الواقع، في دنيا قراءاتنا في الواقع، نعرض لكم ثقافة نضوج المرأة فعليا من خلال طرقها للأبواب التي تثبت من خلالها دورها في المجتمع وتسابق غيرها من الرجال ومن سائر النساء أيضا في إثبات نفسها في مجالات الحياة التخصصية. في دنيا المسرح هناك نسوة مبدعات، وهناك قراءة خاصة في حالات الإبداع المسرحي ننقلها لكم من أسكودار والزميلة رشيدة الفطماوي وقراءة في الواقع. إن النهوض بحقوق المرأة يعزز الديمقراطية، وبالتالي فإن تمكين المرأة هو محور هذا الهدف. لذا من الطبيعي أن مواضيع المرأة تصبح موضوع نقاش عام في العديد من الأقطار حول العالم، في الديمقراطيات، في الأقطار المتحولة إلى الديمقراطية على حد سواء. وتعتبر تركيا رائدة في هذا الميدان، حيث أنها لم تغفل جانبا من الجوانب التي يمكن لها أن تمكن المرأة من التطور إلا وتطرقت له عن طريق الأنشطة والثقافية والاجتماعية التي ترأسها الحكومة والبلديات. وفي هذا الإطار تم في عام 1990 تأسيس المديرية العامة لوضع المرأة كآلية وطنية من أجل منع التمييز ضدها وتطوير حقوقها وتقديم الدعم لكافة النشاطات التي من شأنها جعل المرأة مؤثرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستواها التعليمي وتطوير استراتيجيات حول هذه المواضيع، وكذلك العمل بشكل منسق مع المؤسسات والمنظمات المعنية بغية الإسهام في تحديد السياسات الأساسية. وقد كان وما زال للمرأة التركية دور فعال في إغناء الساحة الفنية بإنتاجات تدخل في إطار تمثيل دورها الفعال في المجتمع، واختارت فئة من النساء المسرح والأعمال المسرحية كمنبر تقدم من خلاله إبداعاتها وتعبر من خلاله عن أحاسيسها. فالمسرح هو أحد فروع فنون الأداء والتمثيل الذي يجسد أو يترجم قصصا أو نصوصا أدبية أمام المشاهدين، وذلك باستخدام مزيج من الكلام والإيماءات والموسيقى والصوت على خشبة المسرح الذي له مواصفات خاصة في التصميم. تبدأ معظم الفنانات كهاويات، ولكنهن يعززن موهبتهن فيصبحن محترفات، بل إن منهن من يتمكن من الوصول إلى العالمية، وهذا كله راجع إلى الجهود التي يبذلنها من أجل ذلك. وخلاصة القول، يبقى المسرح دائما هو أبو الفنون وأولها منذ أيام الإغريق والرومان، وقدرته على المؤلفة بين عناصر فنية متعددة، حيث كانت المسارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير الفني بعد حلبات المصارعين والسباقات. ورحلتنا مع نشأة إرطاش وحكاية الإبداع لإنسان سمي بضمير الأناضول، إنسان عاش غريبا منذ نعومة أظفاره، 74 عاما من العطاء عاشها بين الشعب، وغنى للشعب وعزف للشعب وكتب كلمات نابعة من صميم الإحساس والوجدان التركي، لذلك أحبه الجميع. وعند وفاته صدى موته كان له أثر واضح في المجتمع، حتى إن رئيس الوزراء التركي بنفسه مشى في جنازته وحمل نعشه. إنسان فنان، ولكنه قبل أن يكون فنانا كان إنسانا. وحديثنا عن نشأة إرطاش بعد وفاته أو انفجار ذكره في المجتمع التركي بعد وفاته، يسعدنا أن نطرح محاور الحوار والحديث معه مع موسيقار وباحث وفنان تركي الأستاذ فؤاد فيدان. أهلا وسهلا بك معنا في استديوهات الألوان السبعة. أهلا وسهلا بكم. سنبدأ معك حول هذه الشخصية، ولكن اسمح لنا بداية أن نطلع المشاهدين الأكارم على هذه الشخصية التركية المميزة. التصق بالشعب فأحبه الشعب، ولم يعيش في برج عاجي بعيدا عن الناس، ولذلك يمكن أن يصنف ضمن القيادات الشعبية بفنه وعلمه وعطائه. هناك فنانون يصبحون هوية مشتركة لطبقات الثقافة والمجتمع الذي ينتمون إليه،
ولعل من أكثر من يناسبه هذا الوصف هو الأوزان الشعبي نشأة أرتاش. كان أهم فنان لثقافة الأوزان الشعبي التركي بحياته الفنية التي استغرقت 50 سنة. كان فنانا مغتربا وفنانا يعيش الغربة بداخله بكل معنى الكلمة. توفي نشأة أرتاش الملحن والمطرب ومغني الموسيقى التركية الشعبية في المستشفى الذي كان يعالج فيها بإزمير في 25 من شهر أيلول سبتمبر 2012 عن عمر يناهز 74 عاما. وتم تشييعه في كيرشهير مسخة رأسه على أكتاف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وآلاف من محبيه، كما أن أغانيه جمعت الجغرافيا الأناضولية الشاسعة في حياته، فقد جمع من موته كذلك كل فئات المجتمع. لقد سماه الكاتب التركي المبدع ياشار كمال بريشة عازف السهوب، ولكنه لم يكن صوت الأناضول الداخلية فحسب، بل كان صوت الثقافة التركية بعزفه ولحنه. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca Akar can özümde sel gizli gizli. السيرة الذاتية لنشأة أرتاش والمختصرة في بعض الجمل قد تعطينا بعض القرائن من حياته، وقد لا يكون مهماً معرفة أنه من مواليد 1938 في قرية كرتلار، وأن اسم أمه دونا وأبيه محرم أرتاش، وأنه قضى طفولته وبداية شبابه في قرى مختلفة لكرشهير ويوزغات وكيسكين، وأن حياة الغربة التي بدأت منذ سن 15 لا زالت مستمرة. كانت حياة نشأة أرتاش وفنه متداخلان جداً، حيث يمكن إيجاد كل قصة حياته في أغانيه الشعبية وموالاته. كانت له قصة مختلفة يعبر عنها بحياته المليئة بالفقر والآلام تحت اسم مستعار هو غريب، وبالأشعار الرائعة على طراز كوشما. غنى على مدى السنين الأغاني الشعبية والموالات التي كتب كلماتها ولحنها، بالإضافة إلى ما توارثه من أبيه من الأغاني الشعبية التقليدية مجهولة اللحن. ولم يخبر أحداً عن توقيعه الذي وضعه تحت العديد من الأغاني الشعبية التي بلغت كلماتها ولحنها إلى مستوى الأغاني الشعبية مجهولة الملحن، والتي لا يمكن الوصول إلى روعتها النابعة من بساطتها وجماليتها. ونجدد الترحيب هنا بالباحث والموسيقي والفنان التركي الأستاذ فؤاد فيدان. أهلا وسهلا بكم. من هو نشأة أرتاش أستاذ؟ أشكركم. نشأة أرتاش يجب علينا في البداية أن أقول أنه صعب علي جدا أن أتكلم عن نشأة أرتاش بعد وفاته وأن أدعى لبرنامج للكلام عنه. إذا أردنا أن نتكلم عن الأدب أو الموسيقى في تركيا فيجب عليكم أن تعرفوا وأنتم أيضا تعرفون كم هو مهم نشأة أرتاش، وأنه عمود أساسي في هذه الحالة الأدبية والفنية في تركيا. هو أحد أهم الأسماء في الموروث الفني الشعبي والديني والروحاني في تركيا، وربما هو أحد أهم وآخر هذه الأسماء المعروفة الكبيرة. فقدانه له صعب جدا علينا، وهو ربما له علاقة بأنه أحد آخر هذه الأسماء الكبيرة جدا في عالم الفن الشعبي التركي. ما تركه من أغاني كثيرة سوف يبقى حاضرا في وجدان الأجيال الحاضرة لسنوات عديدة. أستاذنا الكريم، عندما نتحدث عن هذه الشخصية نحن نتحدث عن إنسان كتب بيديه ولحن بيديه وأنشد بفمه وبلسانه وبقلبه، وبالتالي عبر عن روح الإنسان الأناضولي
بالكلمة واللحن والساز والموسيقى وأيضا بالإيقاع، إنسان اجتمعت لديه عدة مواهب فنية إبداعية في هذا الجانب، هل تتوافق معي بهذا التوصيف؟ نعم أوافقكم طبعا، ولكن نشأة أرطاش لا يجب علينا أن نتكلم عنه وكأنه فقط ملحن، لأنه ليس فنانا عصريا، هو فنان تقليدي كثير جدا كبير جدا. الفنانون التقليديون يأخذون موروثا سابقا عنهم ثم يحاولون أن يضيفون إليه ويطورونه، الكثير منهم لا يستطيعون ذلك، والكثير منهم فقط يقلدون الفنانين الكبار، ولكن نشأة أرطاش رحمه الله كان قد تنبذ أساتذته وتفوق على نفسه وكل معلميه، أحد أهم معلميه في مجال الموسيقى والأدب كان أباه، وقد تفوق على أبيه في كثير من المجالات الأدبية والموسيقية، بالتالي أحد أهم جوانب عظمة نشأة أرطاش هو ذلك، أنه تفوق على من علمه هذا الفن في الموروث الفني الشعبي التركي. إما أن تكتب شعرا فتكون مبدعا فيه ويكون تلحينك ضعفا، ولكن نشأة أرطاش كان مبدعا في الكلمة وفي اللحن، وبالتالي جمع طرفي المعمل الفني، وقد يكون أحد أهمها. إضافة إلى أنه التصق بالشعب، يعني كان يغني لأجل الشعب، ولذلك الشعب تلمس هذا الأمر، يعني في وفاته، في جنازته، عندما شاع نبأ وفاته شاهدنا الإعلام التركي يضج لأجله، شاهدنا الناس تتحدث عنه، شاهدنا مسيرة حياة الإنسان الذي التصق بالشعب، الجميع يتداولها حتى وإن كان قيادة غير سياسية، بمعنى لم يكن إنسانا سياسيا ولكنه كان قيادة نبعت من محبة الشعب، وبالتالي أحبه الشعب والتصق به إلى درجة الحديث الدائم عنه. هل التصاق الإنسان الفنان المبدع بشعبه قيمة إضافية إلى فنه برأيك؟ بالتأكيد بالتأكيد، ربما كل ما تكلمت أنا عنه حتى الآن هو عن شخصيته، ولكن بعد لم ندخل في أعماله الفنية الكثيرة الكبيرة. طبعا أعماله الفنية كانت كبيرة ورائدة ونموذجية عاشت في وجدان الناس، يجب علينا أن نتكلم أيضا عن كل ما تركه من هذه الأعمال. كما تعرفون فإن الثقافة الإسلامية عندما انتشرت كانت ثقافة إسلامية عربية هنا في الأناضول وفي كثير من مدننا، أحد أوائل من كانوا مسلمين وتحولوا إسلاميين هي خراسان في إيران اليوم، أول ما وصل الأتراك واعتنقوا الإسلام كانوا هناك، وكان هناك السيد حاج أحمد يسوي أحد القيادات الروحانية الدينية هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأناضول حتى ينشر الإسلام فيه، وبالتالي كان هناك قبيلة قد تواجدت في هذه المنطقة، نشأة أرطاش رحمه الله من هذه القبيلة، وبالتالي كان هناك هو ينحدر من سلالة دينية روحانية صوفية معينة، وبالتالي نشأة أرطاش وعائلته لم يستطيعوا أن يبقوا في مكان ما، ولكن كان هدفهم أن يتواجدوا مع كل الناس، مع كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كانوا يريدون لا يريدون لأي أحد أن يظلم أحد، كانت فلسفتهم في الحياة أن يكونوا مع الشعب دون ظلم، ولذلك سمى نفسه غريب، أليس كذلك؟ كان يعيش الغربة في حياته منذ نعومة أظفاره، كان اسم غريب هو الاسم المطلق عليه عمليا في تركيا. نعم صحيح جدا، لأن الدنيا غريبة ونحن غرباء بها، كما تعرفون في الدين الإسلامي نحن خلقنا لأجل أن نذهب إلى الجنة، وبالتالي الأرض أو الحياة الدنيوية هي نوع من المنفى، نوع من الغربة، نوع من الحالة الانتقالية، وبالتالي تبعا لهذه الفلسفة والدين والثقافة الإسلامية نريد أن نذهب إلى الجنة. نشأة أرطاش كان يفهم هذا الأمر، وكان دائما يعيش حالة هذه الغربة، كان يعرف أن الدنيا والحياة الدنيا فانيتين، وبالتالي كان يأسى جدا لظلم الإنسان لأخيه الإنسان، لم يكن يرى ذلك صحيحا، كان يرى أن كل الناس متساوين، وكان يتعامل مع الناس بهذه الطريقة المتساوية العادلة، وبالتالي يقول أن وطننا الأم ووطننا الأساس هو الجنة، وبالتالي يجب على الإنسان أن يكون دائما ملتزما بالأخلاق العالية والقيم المثالية حتى يستطيع أن يستحق مكانه في منزله الأبدي في الجنة. كان لا يفرق الناس على حسب الإيديولوجية واللغة والعرق وما إلى ذلك. لذلك اليوم نتكلم عن نشأة أرطاش وحب الناس له، وحب الناس له لم يقف فقط عند
الشارع العادي التركي الذي يحب ويألف هذا النوع من الموسيقى الشعبية التركية، وإنما في يوم وفاته مشى في جنازة رئيس الوزراء التركي، إضافة إلى شخصيات كبيرة جدا من عالم الفن ومن عالم السياسة. بمعنى، هل حظي هذا الإنسان نشأة أرطاش بالتقدير الواجب له كإنسان، كفنان، كإنسان ملتصق بالشعب وهموم الشعب ورؤى الشعب، وحاول أن يصوغ ذلك بكلماته وألحانه؟ نعم، بكل تأكيد. كما تعرفون في الأناضول وفي تركيا هناك الكثير من الفرق العرقية والإثنيات في الجغرافيا التي نعيش فيها، كما نرى أيضا الشرق الأوسط، وبالتالي المسلمون الذين يتواجدون في هذه الجغرافيا لديهم كل هذا التداخل العرقي والإثنيات. نشأة أرطاش رحمه الله تعامل مع الجميع كإنسان في المقام الأول دون النظر إلى العرق والإثنية واللون والدين، وبالتالي في هذا العصر نتكلم عن حياة عصرية الفنانون فيها لا يتكلمون بهذه الطريقة، يتعاملون بطرق أيديولوجية تمييزية أو قومية متعصبة في كثير من الأحيان. نشأة أرطاش لم يكن كذلك، نشأة أرطاش لم ينظر للناس على باب الأيديولوجية، كان واحدا من الشعب. تأكيد، ولذلك بقي، وبالتالي الآن عندما ترى فنانا يجمع الناس كلهم، كان أول من جمع الناس على هذه الطريقة هو يونس إمرة الشاعر العظيم، وربما آخر الأسماء نشأة أرطاش. هي مسيرة أستاذنا الكريم، من يصدق في كلامه، يصدق في ألحانه، يصدق في التصاقه بالناس، بمحبته للناس، الناس تقدره. هنا أود أن أسألك، اليوم رحل نشأة أرطاش، رحل ولكنه ترك موروثا للجيل المعاصر، ماذا ترك لهم نشأة أرطاش؟ ما هي القيمة الحقيقية التي تركها نشأة أرطاش للمجتمع التركي المعاصر اليوم بعد وفاته؟ نعم، لا أعتقد أنه ترك فقط للشعب التركي ولكن للشرق الأوسط بشكل عام، لأن الفن التركي لم يتشكل بحد ذاته مستقلا عن أي ثقافة أخرى، ولكن في الثقافة التركية والفن التركي هناك العنصر العربي والهندي والفارسي وما إلى ذلك. نحن عندما نتكلم عن نشأة أرطاش الذي كان له بعض الميراث الديني الروحاني في فنه، وبالتالي كان دائما يتكلم عن الأخلاق والقيم، وهذا الميراث الذي تركه ربما شيئا من أمومه وشيئا من الأخلاق والقيم ونوعا من الأستاذية في فنه، وبالتالي هذا الشيء لم يعد موجودا في عصرنا للأسف. جميل. هو إنسان في المقام الأول، ومنطقه كان منطق الإنسانية، وبالتالي أعتقد أنه ترك أشياء من الحكمة، أشياء من القيم والأخلاق، ربما لا نستطيع أن نصف بكلماتنا عصرية نشأة أرطاش، لأننا الآن في هذا العصر ربما نزعنا كثيرا من كثير من القيم والأخلاق، وأرى أن اللغة لا تكفيني لأشرح نشأة أرطاش، ولكن أقول باختصار أنه كان مناسبا جدا ومتوافقا جدا مع فطرة الإنسان، هذا كان رأيه في الحياة. أستاذنا الكريم، يعني بعض الناس يموتون ويموت معهم ذكرهم، وبعض الناس بموتهم تنتشر أفكارهم، تنتشر إبداعاتهم، هل نشأت أرطاش من هذا النوع برأيك؟ أعتقد أنه من أفضلهم حتى، وليس فقط من بينهم، ليس هناك اسم يقابل نشأة أرطاش. نشأة أرطاش لم يظهر باسمه ولكن بصفته، صفته الفنان الإنسان، وبالتالي هذا أمر مهم جدا أن تشتهر بصفتك وليس فقط باسمك، ليس بلقبك. كان يرى ويرى أنه سوف بعد أن يموت ويتوفاه الله سبحانه وتعالى سوف يبقى في هذا المجتمع بأفكاره وبأخلاقه وبقطعه الفنية، وبالتالي تكلمت مع كثير من المختصين وقال قد سأله كم من الأعمال الفنية لك، فقال ما ذكره ويتذكره الشعب لي، الشعب هو الذي يقرر. هذا كان رأي نشأة أرطاش. أنت شخصيا أستاذنا الكريم لماذا أحببته؟ أنت لماذا عندما نتحدث عن نشأة أرطاش تتحدث بنوع من الحزن، بنبرة فيها محبة واضحة لهذه الشخصية، لكونه ملحنا أو موسيقيا مثل حضرتك، أو لكونه إنسانا صاحب قيمة وأخلاق، أم لأثره العظيم عمليا في الساحة الفنية التركية؟ أنا شخصيا وأنا أعيش هذه الحياة أرى أن هناك إنسانا طبق كل ما قاله في أفعاله، وأرى أنه نموذج لشخصين أو ثلاثة ربما في كل حياتي شاهدت هذا الكلام، كان يتكلم بما يفعل وكان يفعل ما يقوله، وبالتالي أرى أنه صادق جدا، إنسان أخلاقي وصاحب قيم ومثل عليا باقتدار تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. هنا عاش 74 عاما،
لكن 50 منها في دنيا الفن، مسيرة فنية طويلة جدا. هل لخصت حياته بكلمة غريب؟ عندما نتحدث عن نشأة أرطاش، هل كلمة غريب على مدار الحياة الفنية التي امتدت على مدار 50 عاما لخصت رحلة حياته في هذه الدنيا؟ هذه الصفة التي تختصر حياته كله، لأنه مع حياته الآن انتهت غربته وعاد الآن إلى موطنه الأصلي، لأنه عاد إلى القرية التي ولد فيها ونشأ وترعرع، وأيضا بوفاته عاد إلى وطنه الأصلي إلى الجنة التي كان يريدها. وبالتالي نعم، نشأة أرطاش عاش غريبا، وقد أعتقد أنه أحب الغربة، وقد عرف أننا جميعا غرباء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه هي الوصية التي يزرع من أجلها الإنسان، ومن أجلها أيضا يتخلى عن زخارف هذه الدنيا ومتاعها ويرتبط بالقيم والمثل العليا. في كلمة واحدة، أعذرني جدا الوقت ضيق أمامي، ماذا تقول لنشأة أرطاش في يوم وفاته؟ ماذا تقول لهذا الإنسان؟ أقول له أن هذا الشعب لن ينساك يا نشأة أرطاش، أنا لن أنساك أيضا، وهو من ضمن هذه العناوين العريضة التي لا يجب على الشعب أن ينساها. ولكن أيضا دائما كنت مؤمنا أن نشأة أرطاش، هناك مشهور حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس أو المسلمين ولدوا غرباء وسيموتوا غرباء، وبالتالي أعتقد أنه مثال حي على هذا الحديث، وقد واضح ذلك في حياته وفي وفاته بالتأكيد. وهي رسالة قيمة بحد ذاتها، أن يعيش الإنسان بقيمة مهما كانت هذه القيمة، وهي رسالة كبيرة جدا. أعذرني جدا الوقت داهمنا. الأستاذ فؤاد فيدان، الفنان والباحث الموسيقي التركي، نشكركم جدا على تشريفكم لنا لاستديوهات الألوان السبعة. وأحبانا الأكارم، بعد شكر ضيفنا لابد لنا من وصية إليكم جميعا، هذه الوصية: التصقوا بشعوبكم واعملوا لخدمة المجتمعات التي تعيشون فيها، فالإنسان وبالذات المسلم كالغيث، أينما وقع نفع، فهذه بيئات تحتاج إلى النفع، ومن يلتصق بالشعب يذكره الشعب حيا وميتا. لذلك رسالتنا لكم بالمحبة. وننتقل الآن إلى عالم الكاريكاتور. أزف اللقاء وأزف الوداع، أزف الوداع أيا حمات لنا بك عهد اللقاء وإن مضت ساعات. بكل المحبة والأمل والجاهزية والتوثب في مطلع أسبوعنا الجديد، نودعكم أحبانا الأكارم على أمل اللقيا بكم غدا في نفس الموعد على شاشة التركية. هذا نزار الحباوي يهديكم أطيب تحياته، والسلام عليكم ورحمة الله.